السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الأستاذ التعليمية، أهلا بكم معانا في درس جديد من دروس القناة. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في موضوع جديد، وهو إزاي إن أنا أقدر أعمل صورة متحركة من خلال فيديو على اليوتيوب وأنشره على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك مثلا. ابتدى يدعم من فترة وجود صور متحركة على المنصة بتاعته. طب ازاي ان انا اقدر اعمل كده من دون برامج، او من دون ان انا نصمم الصورة دي؟ عن طريق الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب. هندخل مثلا على فيديو من على القناة عندنا، وليكن الفيديو اطلاق النار تحت الماء ده، ونقول له يفتحه في صفحة جديدة. هنيجي جنب ال www دوت، بعد الدوت ديت هنحط GIF اللي هي رمز للصور المتحركة، بقول له اوكي. هيبدأ يحولني على صفحة تانية فيها نفس الفيديو ده، واقدر ان انا من خلالها اني احدد الجزء اللي انا عايز اقطعه من الصورة عشان انشره. هيبدأ يحمل معايا كده، هبدأ اختار مثلا من اول هنا، بيقول لي ان انا احدد الجزء الاولاني، ومن خلال نهاية اللون البنفسجي ده أبدأ إن أنا أسحب لحد ما أشوف أنا عايز أوقف الصورة لحد فين. زي ما احنا شايفين كده، لو احنا نلاحظ في مؤشر صغير ماشي وتحت فوق الإيد اللي موجودة بتاعة الماوس، يبقى أنا كده اخترت الجزئية ديت إنها هي اللي تتعرض عندي في الصورة. تمام، أقول له أوكي. يبقى انا كده الصورة عندي زي ما احنا شايفين كده، هتبقى من اللحظة 41 حتى الدقيقة 5 او اللحظة 5. في الجنب هنا هنلاقي فيه مجموعة اختيارات. هنا اقدر ان انا اضيف نص، لو انا ضغطت على ايد كابشن كده نقدر ان انا اضيف نص، وابدأ ان انا اكبره او اصغره زي ما انا عايز، وأحركه في الحتة اللي أنا عاوزها. تمام، من هنا بيقول لي Add Sticker. من هنا هلاقي مجموعة استيكرات اقدر اني انا اضيفها برضو للصورة بتاعتي، او ان انا ارفع استيكر من عندي. هنا كروب، الكروب ده بقدر اتحكم في المساحة اللي هتبقى ظاهرة من الصورة. زي ما احنا شايفين كده في جزء معتم وجزء مبيض او فاتح. ده الجزء الفاتح ده هو الجزء اللي هيبان من الصورة. بعد ما اخلص طبعا الكروب ديت اقول له صح او غلط، موافق ان هي تتطبق او مش موافق. هنا في مجموعة افكتات، في هنا برضو مجموعة افكتات تانية، في اقدر ان انا الف الصورة دي فيرتيكال او هوريزونتال، افقي او رأسي. تمام، بعد ما نخلص التعديلات اللي هتتعمل على الصورة بتاعتنا المتحركة، أبدأ أقول له Create GIF. هيبدأ يكريت لي الصورة بتاعتي أو ينشئها لي، وهيحولني على صفحة تانية بحيث إن أنا أقدر أنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إني أنا آخد اللينك بتاع الصورة وأنشره على أي موقع تاني.
هنا مثلا عندنا ممكن ننشره على الفيسبوك او تويتر او تمبلر او بنترست، او اني اخد اليو ار ال كده واقول له كوبي، اروح مثلا على القناة او الصفحة بتاعت القناة على الفيسبوك واقول له بيست، زي ما احنا شايفين كده الصورة ابتدت انها تظهر. الغي اللينك اللي انا حطيته، ممكن اكتب اي تعليق على الصورة واقول له بابليش. طبعا النت عندي تقيل شوية فعشان كده بياخد وقت. كده زي ما احنا شايفين الصورة ابتدت تنزل على الفيسبوك. اقدر ان انا اضغط على الصورة علشان تشتغل معايا زي ما احنا شايفين كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. عرفنا فيها ازاي ان احنا نقدر نعمل صورة متحركة من خلال فيديو على اليوتيوب وننشرها على الفيسبوك. ما تنسوش تعملوا هنا لايك للصفحة بتاعتنا عشان يوصل لكم كل جديد على الفيسبوك، وما تنسوش تعملوا برضو لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. استنونا ان شاء الله في الدروس الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.